مباشرة من مدينة أرشديا. صباح يوم الثلاثاء، أجواء جميلة وشمس. متابعي قناة شوف تيفي، ملي كتشاهدوا معنا متابعي قناة الشهادة البث المباشر، كيف داير الأجواء عندكم؟ دائما نجدد الترحاب والتحية لكل المتابعين والمتابعات. تحية كبيرة وصباح مبروك لكل المتابعين ومحبي أيضا جهة درعا تافيلات، وبالأخص إقليم الرشيدية وبالأخص مدينة الرشيدية. الأجواء متابعي قناة الشاب، ملي كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر، كيف داير الأجواء؟ أكيد أنه كيكون يعني محبين لأي مدينة ربما كانت شي زيارة من قبل مدينة الرشيدية، أو من ساكنة الرشيدية، أو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا اللي كيشتاقوا للمدينة ديالهم. هذه هي شوارع عاصمة جهة درعا تافيلات. صباح اليوم، أجواء مشمسة جميلة في هذه الأثناء. أيضا صباح مبروك للمتابعين والمتابعات. جولة صباحية خفيفة مع كل المتابعين، وأجواء مشمسة صباح يوم الثلاثاء بعاصمة جهة درعا تافيلات. هي الناس اللي فايقة بكري، شكون الضرب سمارة. كيف جاتكم مدينة الرشيدية صباح اليوم؟ مجموعة من المتابعين اللي كنتمنوا أنهم يعطونا التعليقات ديالهم حول مدينة الرشيدية، لكننا كنتمنوا لمدينة الرشيدية أيضا التوفيق والسداد، لأنها حاملة اسم كبير اللي هو عاصمة جهة درعا تافيلات، وما سهلاش خمس أقاليم أنك تكون في جهة عاصمة. لهذا كنتمنى أنها تحمل معالم العاصمة،
لان اغلب شوارعها الشوارع ديالها والبنيه التحتيه ولا في الدخله ولا في الخرجه ايضا لا تحمي المعالم عاصمه جهه درعا سفيلت. شحال من واحد انه كيشوف هذا البت ايضا وكي وشو يعني ومشتاق او توحش ديك المدينه هذه المدينه هي المدينه الرشيديه لانه ربما سنين ما جالياش او شهور ما جالياش بحكم انه مسافر بحكم انه شيء تحسن من الوضعيه الاجتماعيه ودائما كنركز على الوضعيه النفسيه لان الموت البطيء يجي هاد الدراسه في لالت يحوم لكل الشباب. يعني هذا كنتمنى انه توفر جهه الدراسه في لالت شي استثمار او على فرص الشغل لتخلي الشباب ديالها على الاقل انهم يجلسوا في المدينه ديالهم، على الاقل انهم يجلسوا في الجهه ديالهم، على الاقل انهم يستثمروا في جهتهم ويكونوا بها ويقدوا بها. هذا هو بثنا الصباحي متابعي قناة شوف تيفي صباح اليوم الثلاثاء بعاصمة جهة درعا سفيلات الا وهي مدينة الرشيدية. نلقاكم متابعي قناة شوف تيفي في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. قبل ما نقطع تحية كبيرة لخويا أنس الرئيس المافيا، صباح الخير خويا ياسين تبارك الله عليك، صباح النور، صباحكم مبروك، تحية كبيرة ليك ولكل المتابعين اللي معنا في هذه الابتهادة. كما قلنا متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الله.